هنا صباح الفل عليكي، اتفضلي. يا صباح الخير عليك يا كريم ويا نهاوند وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد هنقل لكم كل الأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي وفرقه الرياضية المختلفة. خلونا في البداية نبدأ بالفريق الأول لكرة القدم. النهاردة الفريق هيواصل تدريباته، تجمع الفريق هيكون الساعة 4 والمران هيبدأ الساعة 5، وبعد كده بقى الفريق هيدخل في معسكر مغلق استعدادا لمباراة غدا. طبعا مباراة غدا هتكون ضمن منافسات الجولة 29 من بطولة الدوري، هتكون أمام فريق إنبي. المباراة هتكون الساعة 9:30 مساء طبعا على استاد القاهرة. يعني خلوني كمان أقول لكم انه الفريق كان استأنف تدريباته امس بعد راحه سلبيه لمده 24 ساعه كان منحها الجهاز الفني بقياده مستر مارسيل كولر طبعا بعد مباراه التراجي والتاهل للنهائي افريقيا. المران امبارح كان الساعه 5 مساء، وخليني بقى اقول لكم انه كالعاده مستر مارسيل كولر وكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي كانوا حريصين على عقد محاضره مع اللاعبين قبل انطلاق المران عشان بقى يقولوا لهم اهميه طبعا الفتره القادمه وان هم خلاص بقى يغلقوا صفحه افريقيا ويبداوا يركزوا في بطولة الدوري. يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. كمان بقى خلوني اديكم تفاصيل اكتر عن مران امبارح. يعني بعد انتهاء المحاضرة خد اللاعبين فقرة من التدريبات البدنية، وبعد كده بقى قاموا بعمل تقسيمة على نص الملعب كانت تقسيمة قوية شارك فيها اللاعبين، كل ده طبعا استعدادا لمباراة غدا مباراة انبي. يعني دي اخبار الفريق الاول لكرة القدم. خلوني بقى اكلمكم كمان عن اخبار الالعاب الاخرى، لكن قبل ما نبدا اخبارنا النهارده طبعا حابة ابارك لمنتخبنا الوطني لكرة السلة سيدات بعد تحقيقه لإنجاز جديد وميدالية فضية طبعا في بطولة وومن سيريس العالمية. يعني الحقيقة هم عملوا بطولة كبيرة جدا، طبعا بيشارك من النادي الأهلي لاعبتنا سرية محمد، نادين السلعاوي ورنيم الجداوي، طبعا عملوا بطولة كبيرة جدا، شفناهم بيفوزوا على منتخبات كبيرة طبعا زي منتخب ألمانيا منتخب النمسا ويوندا السين، يمكن خسروا في المباراة النهائية لكن طبعا عملوا بطولة كبيرة جدا، فطبعا ببارك لهم وببارك لمنتخبنا الوطني. خلونا نروح بقى لرجال كرة السلة، وطبعا رجال كرة السلة بيستعدوا بشكل قوي جدا لنصف نهائي بطولة افريقيا للأندية بطولة البال. مباراتهم في نصف النهائي هتكون يوم الاربعاء القادم، هتكون امام فريق استاد مالي. طبعا رجال كرة السلة مركزين بشكل قوي جدا في البطولة، طبعا بيركزوا في كل مباراة. يعني شفناهم في ربع النهائي بيفوزوا على فريق راج الرواندي بنتيجة 94-77، شفناهم كمان عملوا مباراة طبعا كبيرة جدا، كانوا مسيطرين على جميع مجريات المباراة منذ بدايتها وحتى نهايتها عشان بقى بيدخلوا في المربع الذهبي. إن شاء الله بقى كمان يفوزوا في مباراة يوم الأربع ويضمنوا يا إما الميدالية إن شاء الله الذهبية أو الفضية والفوز بالبطولة. خلونا بقى نروح دلوقتي للعبة كرة اليد والنشاط الرياضي بقيادة طبعا كابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي، بيكرم اللاعبتين المحترفتين اللي شاركوا مع سيدات كرة اليد في بطولة كأس الكؤوس ناتاشا وماتيا. يعني طبعا شفناهم عملوا إضافة للفريق ودعموا صفوف الفريق في بطولة كأس الكؤوس، وطبعا ساعدوا سيدات كرة اليد ان هم يحصلوا على ميدالية برونزية في البطولة. كمان خصوصا اللاعبة ماتيا يعني شفناها بتشارك بشكل أساسي مع الفريق، والحقيقة ان هي كانت إضافة للفريق، فطبعا بنشكر اللاعبتين وبنتمنى لهم كل التوفيق فيما هو قادم. خلونا بقى دلوقتي نروح للعبة تنس الطاولة والمعجزة. هنا جودة الحقيقة بتحقق فوز في أول مشاركتها في بطولة العالم للكبار، طبعا كانت بتواجه لاعبة منتخب سويسرا راشال موريا وقدرت تفوز عليها بنتيجة 4-1. عملت كالعادة مباراة كبيرة، والحقيقة بقى أن هنا جودة يعني بتلاعب أي حد من أي سن بتقدر تفوز عليه وبفرق سكور، طبعا كل الناس بتتنبأ لها بمستقبل مشرق وكبير وإن شاء الله بقى تكون إضافة للرياضة المصرية. كمان بقى خلونا نروح دلوقتي للأخبار الاجتماعية الخاصة بالنادي الأهلي ولجنة العضوية برئاسة طبعا الأستاذ طارق أنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي. هتعقد اجتماع يوم الأربعاء القادم، هيكون الساعة 4 العصر بفرع النادي الأهلي بالتجمع، ده طبعا لاستقبال بقى الراغبين للاشتراك في فرع التجمع الخامس عشان طبعا يسهل عليهم. يعني زي ما احنا عارفين انه كابتن محمود الخطيب رئيس النادي كان أعلن عن افتتاح الفرع إن شاء الله يوم 1/6، وده بقى احنا خلاص على بعد يعني أيام قليلة من إنجاز جديد لمجلس
إدارة النادي الأهلي، وكمان الحقيقة هيكون في طبعا اجتماعات أخرى في فروع النادي المختلفة، سواء طبعا بالمقر هنا في الجزيرة أو بفرع مدينة نصر أو بفرع الشيخ زايد عشان بقى يسهلوا على الأعضاء. يعني دي أخبار النادي الأهلي. كمان بقى خلوني أنقل لكم الأجواء زي طبعا معودنا مشاهدين 10 الصبح في الأهلي، لأن درجة الحرارة دلوقتي 28، يمكن خلاص بقى الأجواء الصيفية بدأت في مقر النادي بالجزيرة. كمان حقيقة إنه الأعمار النهاردة مش بس بقى من كبار السن زي ما كنا بنقول الأيام الماضية، لا بدأ يكون في أعمار مختلفة، لأن طبعا الأجازات بدأت في عدد عند يعني من الطلاب، ففي بقى حالة من الطاقة كده الإيجابية طبعا في النادي. كل الأعضاء اللي حابين يجوا تقدروا تيجوا طبعا وتستمتعوا باليوم. يعني يا كريم ونهواند، دي كانت أبرز أخبارنا طبعا معاكم. لو عندكم أي استفسارات، والآن العودة ليكم مرة أخرى في الاستوديو. الحقيقة مفيش أي استفسارات، مفيش غير كل الشكر ليكي زميلتنا العزيزة هنا أبو القاسم على هذه التغطية المتميزة كالعادة. شكرا ليكي.